ومجدد الحزن في العشرين من صفري، فبه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة، يا زائري بقعة، أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربك كحلا إلى البصر. وله فتى، وله فتاه لبنات الطر، حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر. اتصور حالهم، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تذعو حسينا باكيا. معذورات عمي، فارقوا الحسين مجدل مرضض جسده على تلعات كربلاء. فتلك تذعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر، وتلك تنادي وجذا وأبتا، وتلك تنادي ويتما في الصغر. فلو تروا أم كلثوم مناشدة زينب، فلو تروا أم كلثوم مناشدة، ولا ودمع العين كالمطر تنادي يا ذافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تغسل الذم عن أطراف لحيتي، خلوا عليها خضاب الشاب والكبري، لا تشلعوا أسما في صدري نشبت، فخوف يثور دما ويطمو على بشري. بعد يا زينب قالت لا تدفن الطفل إلا عند والدي، خل الطفل على صدره، لا تدفن الطفل إلا عند والدي، فإن روضة الفردوس والزهري. بعد يا زينب قالت رشوا على قبري ماء وحسينا، رشوا على قبري من فصاحبه معطش الأحشاه، بللوا أحشاه بالقطر. عندش بعد وصية يا زينب قالت لا تدفنوا العباس عنه مبتعدا، فإن اليدين والرأس عن جسمه بري بري. رمت بنفسها على جسد الحسين صارخة وحسينا، ثم جعلت تخاطب الحسين تقل أخي حسين يا الذي عفت الوطن وانزلت وادي كربلاء، قوم عاين حالتي حسين، جيت منح خويا خويا من ساعة فراقك ما بقي لي جلد، سفرتي صعبة وطويلة وفرقتك صارت أشد، ليت من بعد السفر يا حسين نفنون بلحد، الجسد وياهم مشى لكن الروح بكربلة. أبا عبد الله لو ردت يا حسين افصل لك مصايب هالسفاير، لا يوم اقدر اعدد لك يا خويا ولا ذر، ذاب قلبي من المصايب عمت عيني من السار، وش حال حرمة بالسفر ملها كفيل الصد له. ابا عبد الله والذي أهوى بسيف على كريمك يقطع يا راسي وحق راسك يا ابن أمي قلع، يشتم الكرار ويضربني ولا حد يمنعه، ولو فرد محمل وقع يا حسين ما حد يعدله. أبا عبد الله
خبر تجهيزك يا عقلي زلزل أركان العرش، كفن جسمك بارية وذرعان أبو محمد، نعيش ظنتي دفنك ولا بل وحشاك من العطش، ليت غار الماي عقبك يا ابن أمي ولا حل. ثم أنا متوجعة التفتت إلى زين العابدين نادت بلر دنشدك ما شربت يا شربت يا ذفان، رويت خيل وذفنت حسين، دفنت حسين عطشان، بالله يا ذفان الولي رذن علي يطرة أمي، كان رشيت البنية بل كترد روح تراه مات عطشان. وما ربك بغافل، عما يعمل الظالمون من دعاء لمولانا الإمام الصادق عليه السلام، لزوار قبر أبي عبد الله الحسين، قال عليه السلام: الحمد لله الذي جعلنا، الحمد لله الذي وعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. ثم قال عليه السلام: اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين.